اللي عجبني هي الدخله ديال سفيان، باسكو ويمكن حتى الماتش ديال عزوزي عاونات، باسكو ملي كنقول بحال ملي كاين لا كونكورونس اي واحد ملي كيدخل خصو يبقى في المستوى ديالو، وسفيان بحال مع حكيم سي دي جوار اللي عندهم ليكسبيرونس اللي كيلعب في مانشستر يونايتد، دخل بتجربه ديالو بالثقه ديالو. بيان سور كو بتي ا بتي كان اون ايكيب تيب كي سو ديسين، مي لي مهم اللي كيامني انا هي ليتا ديسبري ديما كنعاود اللي كيدخل يحتي. ابخي بدلنا السيستيم رجعنا في تيك 4-1-4-1 اللي كانوا شبعوا الناس اللي ما كان خصو يبدل، مي سي كان ميم ان سيستيم دو جو اللي كيجينا مزيان باسكو عندنا بلوس ديكيليب، عندنا بلوس دابيتود. عزين حكيم كيعرفوا شنو يديروا، كيعرفوا لي تريونغ اللي عندنا بالحق في هذا السيستيم. يمكن انا بالنسبه لي هو السيستيم ديالنا اللي كنرتاحوا، ويمكن لابور تكنيك ديال ابراهيم وديال بن سيغير كيعاوننا في هذا السيستيم باش نكونوا بوتيت ميو كافون، باسكو افون سيتي بلوس ان سيستيم بالنسبه للناس اللي كيكون ديفونسيف. حق ملي عندك كويريا في هذا السيستيم اون ا بلوس دو تريونغ، وعاونتنا اليوم تكون عندنا واحد الولد بحال بن سيغير وابراهيم في لي زيل، وملي عندك زياش وناحي سي بيو سي سور كو تكنيكمون عندنا دلا كاليتي.